وراء هذه البناية أطفال ونساء يعيشون في صمت غرف العلاج، وهناك من قضى أكثر من 3 أشهر ولا يزال يتابع الحصص العلاجية. وحدهم هؤلاء من يشعرون بقيمة إطلالة زائر والتفاتة معيد. وهذه مجموعة من نساء جمعويات يستجبن لحاجة المرضى، نزلاء ونزيلات مركز الأنكولوجيا وأمراض الدم بمراكش. كل ما نطلع عليك الفرحة ديالك ما كتوصفش، وخصوصا من كتكون مريض الله اللي عال. هدايا للمرضى نساء وأطفال لها وقع دافئ على القلوب، مبادرة إنسانية تضامنية ترسخ قيم التآزر وتبرز أهمية التزاور في التخفيف من معاناة المرضى. وراء هذه المبادرة ناشطات جمعويات منخرطات في العمل الإنساني. كنتمنى جميع الجمعيات ما ينساوش الاطفال السرطان، وكنوصيهم راه ماشي غير الدعم المادي اللي محتاجين، راه محتاجين حتى الدعم المعنوي، واخا نجيو غير نطفطفوا عليهم ونهضروا معاهم راه هذيك واحد الحاجه اللي هي كبيره كنقدموا لهم. جبنا الفنانين تبعونا من مصر، من لبنان، من المغرب، من كل مكان، اجوا غنوا لهم وانبسطوا وشفنا الفرحه على وجوههم. وان شاء الله طبعا هاي من مجموعه مبادرات للجمعيه حتكون، وحفلات حنعملها وكل الريع تبعها والمردودات تبعها حتكون للجمعيات الخيرية بمراكش. نادرة هي رموز التشجيع والفرح بين غرف الاستشفاء والعلاج، لكن حين تحضر هذه الرموز فإنها تحمل معها نسائم تلطيفية بين المرضى وذويهم. إنها جرعة أمل وفرح في يوميات الاستشفاء.